لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنم. أعوذ بالله. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه، فيسجد له من كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، نعوذ بالله، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. فإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم، الواودي والله أعلم، يعني إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم، أشد مناشدة للجبار في إخوانهم،
يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار جل جلاله بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشجر منها كان أخضر، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء وتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. قال الشيخ أبو نعيمان حفظه الله في نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على تأويل بشر المريسي، في تأويل عثمان بن سعيد في الرد على المريسي في قوله في غير صورته التي يعرفون، في صورته التي رأوه فيها أول مرة، في غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، أنه قال فإذا مثل في أعينهم غير ما عرفوا من الصفة نفروا وأنكروا من غير أن يتحول الله من صورة إلى صورة. يذكر كلام شيخ الإسلام تيمية في الرد على كلام الإمام عثمان بن سعيد، طبعا لأن نص الحديث وقد تحول في صورته. قال الوجه الثالث أن في حديث أبي سعيد فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فقوله لا يتحول من صورة إلى صورة ولكن يمثل ذلك في أعينهم مخالف لهذا النص، وده أهم حاجة تخلينا نقول كلامه غلط، حتى ولو هو إمام ورجل عالم وبيرد على المعتزلة ويرد على أهل البدع، لكن المسألة كما ذكرنا عند أهل السنة ليس عندهم إمام يؤخذ كل كلامه ولا يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يأخذون كلامه كله لا يردون منه شيئا، كما لم نقبل في بعض المسائل يعني كلام، نقول بقى كما لم يقبل ابن تيمية رحمه الله كلام عثمان بن سعيد الدارمي مع إمامته ومنزلته المعلومة في أهل السنة، لكن
فكذلك نحن لا نقبل بعض المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكما عرف ابن تيمية بعد رده على كلام عثمان بن سعيد الدارمي عرف له منزلته، وكذلك نحن نعرف منزلة أهل العلم الذين قد نرد بعض كلامهم لمخالفته النصوص الصحيحة الظاهرة. قال الوجه الرابع أن في حديث ابن مسعود وأبي هريرة من طريق العلاء أنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، وفي لفظ أشباه ما كانوا يعبدون. قال ثم قال ويبقى محمد وأمته فيتمثل لهم الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس، فيقولون إن لنا إلها. ما رأيناه بعد، فقد أخبر أن الله تعالى هو الذي يتمثل لهم، ولم يقل لهم كما قال في معبودات المشركين وأهل الكتاب. الوجه الخامس أن في عدة أحاديث كحديث أبي سعيد وابن مسعود قال وهل بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه فيسجدون له. وهذا بين أنهم لم يعرفوه بالصفة التي وصف لهم في الدنيا، بل بآية وعلامة عرفوها في الموقف. وكذلك في حديث جابر قال فيتجلى لنا يضحك، ومعلوم أنه وإن وصف في الدنيا بالضحك فصورته لا تعرف بغير المعاينة. ده كلام سليم جدا. الوجه السادس أنه مثل ذلك بقوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، وبقوله ولكن شبه لهم. كان ده بيقول أن سعيد بن عثمان الدارمي مثل، بيقول ذلك بأن العيون هي اللي هتشوف حاجة خلاف الحقيقة، ويقول هذا غير مناسب لأن اليهود غلطوا في الذي رأوه حيث ظنوه المسيح. أعتقد أن فيه سقط بقى، إما سقط قلم إما سقط نسخ. لأن اليهود ظنوه عزيرا والنصارى ظنوه المسيح، أو الآية اللي هي ولكن شبه لهم. صحيح، نعم، شبه لهم اللي هو ساعة محاولة القبض على المسيح لصلبه. قال لأن اليهود غلطوا في الذي رأوه حيث ظنوه المسيح ولم يكن هو، ولكن ألقي شبهه عليه. وكذا الذي رأته مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل نفسه في صورة آدمي، فكيف يقاس ما رؤي هو نفسه في صورة على ما لم يرى؟ وأما التقليل والتكثير في أعينهم فهو في المقدار، ليس في نفس المرئي ولكن في صفته. والأمر الأخير ده يعني ليس بظاهر، والله أعلم. الوجه السابع أن هذا المعنى كان مقيدا بالرأي لو وإذ يريكمهم، مثل قوله تعالى، يقول المعنى اللي هو بيقول عليه، معلش، المعنى اللي بيقول عليه سعيد الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي،
معنى يبقى التعلق فيه بالرأي ليس بالمرئي، مثل قوله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، فقيد ذلك بأعين الرائين. يقال كان هذا في عين فلان رجلا فظهر امرأة، كان كبيرا فظهر صغيرا ونحو ذلك. لا يقال جاء فلان في سورة كذا ثم تحول في سورة كذا، ويكون التصوير في عين الرأي فقط. انتهى من نقد التأسيس. الخلاصة في ذلك أننا نمر هذا الموضع من الحديث كما جاء دلا على معناه، من غير أن نقول يلزم كذا ويلزم كذا، بل كما قال عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم في سورة غير التي رأوه فيها أول مرة، فإذا سجدوا، فإذا رفعوا رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. نمر ذلك كما جاء، نثبت صورا لله سبحانه وتعالى كما يشاء عز وجل. وقوله فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، الضمير في قول فيكشف عن ساقه يعود إلى الله تعالى، ففي ذلك إثبات الساق صفة لله تعالى. يكون هذا الحديث ونحوه تفسيرا لقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال البخاري في التفسير من صحيحه: باب يوم يكشف عن ساق. حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا حديث متفق على صحته، وفيه التصريح في أن الله تعالى يكشف عن ساقه وعند ذلك يسجد له المؤمنون. ومن تأوله بالتأويلات المستكرهة فقد استدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بما جاء به عن ربه تبارك وتعالى. ومعلوم أن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ليس نصا في أن الساق صفة لله تعالى، لأنه جاء نكرة غير معرف بالإضافة إلى الله تعالى، فيكون قابلا كونه صفة وكونه غير صفة، وتعينه لواحد من ذلك يتوقف على الدليل. وقد دل الدليل الصحيح على أنه صفة لله تعالى، فلا يجوز تأويله بغير ذلك بعد ذلك. وأما ما جاء عن ابن عباس وغيره أن ذلك الشدة والكرب يوم القيامة، فهذا بالنظر إلى لفظ الآية، لأنها كما قلنا لم تدل على الصفة بلفظها، وإنما الدليل هو الحديث المذكور، مع أنه جاء عن أبي سعيد راوي الحديث، وجاء عن غيره أيضا أنهم جعلوها دالة على الصفة، جعلوا الآية دالة على الصفة. عايز يقول أن الصحابة اختلفوا في التفسير. قال شيخ الإسلام: وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت على أكثر من 100 تفسير، فلم أجد عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديثها بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، إلا في مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق،
فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة، أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين. قال: ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات. الموضع ده لا يكشف عن ساق، ساق إيه؟ مش مضاف إلى الله، فإنه قال يوم يكشف عن ساق، ناكرة في الإثبات، لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه، فما عدم التعريف بالإضافة عشان هو ساقه لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر. وقال أيضا شيخ الإسلام: الصحابة قد تنازعوا في تفسير هذه الآية، هل المراد به الكشف عن الشدة أو المراد أنه يكشف الرب عن ساقه، ولم يتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر من آيات الصفات إلا في هذه الآية، بخلاف قوله: لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ونحو ذلك، فإنه لم يتنازع فيها الصحابة والتابعون، وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك للساق فيه أن ذلك صفة لله تعالى، يعني قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، لأنه قال يوم يكشف عن ساق ولم يقل عن ساق الله، ولا قال يكشف الرب عن ساقه، وإنما ذكر ساق النكرة غير معرفة ولا مضافة، وهذا اللفظ بمجرده لا يدل على أنها ساق الله، والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفسر للقرآن، وهو حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين الذي قال فيه: فيكشف الرب عن ساقه. وقد يقال إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه يكشف عن ساق، أنه يكشف عن ساق، ويدعون إلى السجود، والسجود لا يصلح إلا لله، فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه. وأيضا فحمل ذلك على الشدة لا يصلح، لأن المستعمل في الشدة أن يقال كشف الله الشدة أي أزالها، كما قال: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، وقال: وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. مش هي ما كشفنا، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، واختصرها. وإذا كان المعروف في ذلك أو المعروف من ذلك في اللغة أن يقال كشف الشدة أي أزالها، فلفظ الآية يوم يكشف عن ساق، وهذا يراد به الإظهار والإبانة، وأيضا هناك تحدث الشدة لا إزالتها، فلا تكشف الشدة يوم القيامة. الصحيح أن هذا الكلام ليس سديدا، أعني أن ابن عباس رضي الله عنه لم يقل ليس لله ساق، وإنما فسر الآية على ما يعلم في اللغة من الشدة والأمر العظيم، ففسر الآية مقتصرا على مقتضى ذلك السياق، فيكشف عن ساق يعني عن الشدة. لا شك أن المؤمنين يكربون كربا عظيما حين يأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، ويقول لهم: لتتبع كل أمة ما، يعني ما يحبسكم، ألا تذهبون مع الناس أو نحو ذلك، حتى إن بعضهم لا ينقلب كما في الرواية الصحيحة. فهذا يدل على أن هذا الأمر كان فيه شدة، فكان كشف الساق هو العلامة التي يتيقنون بها أنه هو ربهم، فتنكشف هذه الشدة عنهم إذا علموا أنه هو الله، ويزداد الأمر طمأنينة لهم وكشفا إذا رفعوا رؤوسهم
وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. فهذا الكلام إذن ليس بمتعارض، فتفسير ابن عباس لا يعارض تفسير ابن مسعود ابن عباس، تفسير أبي سعيد الخدري، والله أعلى وأعلم. ولم ينفي ابن عباس كشف الله عن ساقه، وإنما ذكر تفسير الآية أنها ساعة كشف عن شدة، ولا مانع أن تكون هذه هي لحظة كشف الرب عز وجل عن ساقه. إنما يصح احتجاج أهل التأويل بأثر ابن عباس وهو ثابت الإسناد، يعني ما حدش يعرف يقول إن أثر ابن عباس ده إيه ضعيف، لا ثابت عن ابن عباس ترجمان القرآن. ما ينفعش يحتجوا بذلك إلا لو كان ابن عباس بإيه بينفي صفة الساق، وأنى لكم بذلك. يعني هذا الكلام زي ما من روي عنه من السلف فإنما تولوا فثم وجه الله قال قبلة الله، هنقول لهؤلاء السلف لا يصح حمل كلامهم هذا على أنهم مؤولي، ولكن إنما يتم لكم الاحتجاج لو صح عنهم أنهم إيه يقولون ليس لله وجه كما تقولون أنتم، وليس كذلك. يعني تفسير إن الآدي عنده ليست دالة على الإيه على الصفة. ابن حديث ابن عباس ذكر الشدة والأمر العظيم ولم ينفي فيه أن الله يكشف عن ساقه، وإنما ذكر أن هذه لحظة شدة تكشف في هذه اللحظة عندما يدعون إلى السجود. ولا شك أن هذا أيضا فيه خطر عظيم، فهل يجزم الإنسان لنفسه بأنه من المؤمنين ليس من المنافقين؟ هذا موضع خطر، فمن وفق للسجود فقد إيه فقد يعني زالت عنه الشدة. لذلك بنقول لا تزول الشدة يوم القيامة، كلام غلط. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أو من كربات يوم القيامة. إذن كربات يوم القيامة كثيرة وبعضها إيه يكشف، فما المانع من ذلك؟ لما نقول لا تكشف الشدة يوم القيامة بل تكشف. وإذا كان المؤمنون في ظل الله عز وجل أليس كان هذا كشفا للشدة التي يكون فيها الناس؟ الكشف عن الشدة يعني إزالتها، أو هذه اللحظة لحظة شدة على البعض وزوال الشدة عن بعض. تفسير قاصر مش قاصر، هو بين حال معين ربما لم يبلغه الحديث، ولكن بنقول هو ما نفاش صفة الساق، هو ما نفاش كشف الله عن ساقه ودعوة الناس إلى السجود هذه اللحظة. هذا الأمر ربما لم يبلغه عن حديث أبي سعيد. يلزم من كشف الساق وجود الشدة، هو كده يلزم من كشف الله عن ساق وجود شدة تزول عن المؤمنين وتستقر على الكفار على المنافقين. يقول لكن هذا الظاهر من كون القرآن دلا على الصفة، عشان هو بيقول ايه ظاهر القرآن لم يدل على الصفة. تفسير ابن عباس باللازم صعب، بيقول لكن هذا الظاهر كون القرآن دالا على الصفة ليس ظاهرا من مجرد لفظة ساق، بل بالتركيب والسياق وتدبر المعنى المقصود. لا، هو لابد أن يقال أن هاء القرآن لا يدل على ذلك إلا مع الحديث.
قال: وبهذا يتبين بطلان قول من يقول المراد بالساق الأمر الشديد المهول، أو أنه ملك يجعله الله علامة يعرفونها. اللي هيقول بقى الكلام ده في الحديث هو اللي هنقول عليه بطلان. أما تفسير ابن عباس ومن وافقه ده أقصى حاجة تقول عليه إيه؟ إما عايز تقول خطأ زي ما الفهم بيقول، ويا إما نقول لأ ده مش خطأ، ده تفسير باللازم بقى يعني مع الحديث الصحيح لا تعارض بينهما، وده الأحسن عندنا. نسبة الخطأ لابن عباس مع كون ذلك يمكن الجمع بينه وبين تفسير من فسره بكشف الله عن ساقه ومع الحديث الصحيح الثابت. فلماذا نلجأ إلى تخطئة ابن عباس، خاصة أن ابن عباس لم يؤول ولم ينفي صفة الساق، يعني لم يؤول تأويل المتأخرين الذين ينفون صفات الرب عز وجل التي هي عندنا أبعاد بزعمهم أن ذلك تشبيه وتمثيل. ما أعرفش. قال شوف الشيخ بقى يروح جاي ايه في حاجة الصحابة تكلموا فيها وهي تحتمل في هذا الموطن، يقول بقى: ونحو ذلك من التأويلات الباردة السخيفة التي يجب أن ينزه عنها كلام العقلاء فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الموطن ده ما يستعملش فيه هذه الألفاظ الشديدة. يقول: وكل من جرد نفسه لله وطرح عنه التعصب والتقليد فإنه يعلم بطلان هذه التأويلات وسخافتها. الكلام اللي منقول عن ابن عباس رضي الله عنه ثابت عنه، ما ينفعش نقول عليه تأويلات سخيفة. وإن كان ابن عباس رضي الله عنه لم يفسر الحديث، هو بيفسر الآية، ولكن عشان لفظ الحديث ولفظ الآية متفقان، خصوصا أن طرق الحديث ده فيها روايات صحيحة ثابتة، فيكشف عن ساق ما فيهاش يكشف عن ساقه أو فيكشف الله عن ساقه، في روايات تانية فيكشف عن ساق. فلو حد فسر دي زي تفسير الآية ما نقولوش تأويلات إيه سخيفة. أنا ليش دعوة بقى، أنا مش كل حاجة يعني لابد أن أنا أحاول أولها للشيخ، أنا لا يلزمني ذلك، لأن هو جاب الكلام على بعضه وأنا بقول ما ينفعش حد يقول على كلام ابن عباس رضي الله عنه هذا الكلام، هذا سوء أدب مع الصحابة. هو يقول لك ابن عباس بيفسر الآية بس هو الحديث وارد فيه في بعض الطرق هذا الكلام، يبقى نخرج الكلمة بتاعت يكشف عن ساق عن شدة وأمر عظيم أمر وهول عظيم من كون هذه تأويلات سخيفة. قوله: فيسرد له كل مؤمن ويبقى، احنا بنثبت صفة الساق طبعا بلا شك في ذلك، والإمام البخاري ذكر ذلك في باب مستقل ذكر الساق، وذكر حديث أبي سعيد، ونحن مع الإمام البخاري ومع كل أهل العلم المثبتين للساق، ولم ينفي ابن عباس الساق. هل حد من السلف غير ابن عباس قال بنفي الساق؟ لا، وابن عباس نفسه ما قالش بنفي الساق. وقوله: فيسرد له كل مؤمن ويبقى من يسرد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسرد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا مما يدل على أن الساق صفة لله تعالى، حيث عرفه المؤمنون بذلك فسردوا له. ومعلوم أن الشدائد في ذلك اليوم متوالية، من النفخ في الصور وجمع الناس في صعيد واحد من أولهم إلى آخرهم، فيطول وقوفهم شاخصة أبصارهم حفاة عراة غرلا جياعا عطاشا.
على فكرة ده دليل رد عليه على كلام العلو بن تيمية، لأن هو يقفون في حر شمس دانية ثم يظل الله المؤمن في ظل، يكونون عطاشا حتى يشربون من إيه؟ من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يكونون حفاة عراة غلة ثم تزول هذه بالإيه؟ بكسوة من شاء من عباد الله، وأول خلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. إذن ده دليل أن الشدائد المتتابعة دي يكشف كثير منها عن كثير من عباد الله المؤمنين. قال ثم يؤتى إليهم بجهنم تجر بسبعين ألف زمام، في كل زمام 70,000 ملك، ثم تتوالى الأهوال من نصب الموازين والصراط والعبور على النار حتى ينجو المؤمنون إلى الجنة، وأما من عداهم فلا يخرجون من شدة إلا إلى ما هو أشد منها. وكل هذه الأمور وغيرها لم توجب للمؤمنين السجود. وعايز يقول إن الشدائد كتيرة، اشمعنى دي؟ وده ابن عباس رضي الله عنه لما قال يكشف عن ساق عن شدة، الموطن ده اللي فيه زوال الشدة بالإذن بالسجود والأمر بالسجود. قال فلما مثل لكل قوم ما يعبدون وأمروا باتباع معبوداتهم إلى النار، بقي المؤمنون ينتظرون معبودهم حتى إذا جاءهم في صورة لا يعرفونه فيها وقال أنا ربكم، فيتعوذون بالله منه خوفا أن يكون غير ربهم لأنهم لم يكونوا يشركون به شيئا، ثم يقول لهم هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها، فيقولون نعم الساق، عند ذلك يكشف عن ساقه جل وعلا فيخرون له سجدا. وأما المنافقون الذين يراؤون الناس بعبادتهم فمنعوا من السجود وجعلت ظهورهم طبقا واحدا لا يستطيعون الانحناء ولا السجود، لأنهم ما كانوا في الحقيقة يسجدون لله في الدنيا، وإنما كانوا يسجدون لأغراضهم الدنيوية. قوله ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة، المدحضة الذي لا تستمسك فيه الأقدام، ومزلة صفة لمدحضة، يعني أن القدم إذا وطئ عليه لا يثبت، نسأل الله العافية، بل يزل. يعني اللفظين دول بمعنى واحد بيقول تدحض فيه الأقدام والتاني تزل، لا تثبت تزل. والدحض هو الموضع الذي فيه طين وأصابه ماء فأصبح يدحض من وطئ عليه، أو يدحض من وطئ عليه أي يزله ولا يثبت عليه قدم. طبعا الإخوة في القرى بقى يعرفوا الايه، الطينة لما الدنيا تشتي تبقى عاملة ازاي، الروبة. نسأل الله العافية. لكن بتبقى الناس تبقى خايفة تقع على ايه، على ارض، اقصى حاجة هتوسخ دمهم. لكن ضحض المزلة في النار، الوقوع في النار، نعوذ بالله من النار. وقول عليه خطاطيف هو الحديدة المعقوفة المحددة، نعوذ بالله، لأجل أن تمسك من أريد خطفه بها، فهي قريبة من الكلوب، وتقدم شرحها وتفسير السعدان. هو عندكم سكين الكلوب عندهم اشهر من الخطاف، احنا عندنا الخطاف ايه اشهر، يعني الخطاف اللي بيتعلق عليه اللحم اشهر عندنا من الكلوب. قوله المؤمن عليها كالطرف
وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، يعني مرورهم على النار يختلف باختلاف إيمانهم وأعمالهم. فمن كان إيمانه كاملا وعمله صالحا خالصا لله فإنه يمر من فوق جهنم كلمح البصر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومن كان دون ذلك يكون مروره بحسب إيمانه وعمله كما فصل ذلك في الحديث، ومثل بالبرق والريح إلى آخره. ده دليل على تفاضل أهل الإيمان. وقوله فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، جعل المارين على الصراط أربعة أصناف. الأول الناجي المسلم من الأذى، وهؤلاء يتفاوتون في سرعة المرور عليه كما سبق. والثاني الناجي المخدوش، والخدش هو الجرح الخفيف، يعني أنه أصابه من لفح جهنم أو أصابته الكلاليب والخطاطيف يا رب استر، التي على الصراط بخدوش أصابته بخدوش. والثالث المكدوس في النار الملقى فيها بقوة. قال ابن الأثير كأن الإنسان تجمع يداه ورجلاه نعوذ بالله ويشد ويلقى في النار، وهو بمعنى المكردس. وجاء في بعض نسخ مسلم مكدوش. والرابع الذي يسحب على الصراط سحبا قد عجزت أعماله عن حمله. قوله فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم، نفي أن تكونوا أشد مناشدة في الحق قد تبين من المؤمنين للجبار، يعني من اللي أشد مناشدة؟ المؤمنون يناشدون الجبار سبحانه. من المؤمنين يومئذ للجبار. قال هذا من كرم الله ورحمته حيث أذن لعباده المؤمنين في مناشدته وطلب عفوه عن إخوانهم الذين ألقوا في النار بسبب جرائمهم التي كانوا يبارزون بها ربهم. ومع ذلك ألهم الله المؤمنين الذين نجوا من عذاب النار وهول الصراط، ألهمهم مناشدته والشفاعة فيهم، وأذن لهم في ذلك رحمة منه لهم تبارك وتعالى. يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. مفهوم هذا أن الذين لا يصلون مع المسلمين ولا يصومون معهم لا يشفعون فيهم ولا يناشدون ربهم فيهم. هذا صحيح في المرة الأولى، لو كانوا لا يشفعون إلا في هؤلاء ولا يتكلمون إلا هذه المرة، فإنهم إذا قالوا ذلك قال الله أخرجوا من قد عرفتم، فيعرفونهم بأثر السجود، تحرق النار من ابن آدم إلا أثر السجود، ثم يعودون فيناشدون الله عز وجل. يبقى المرة الأولانية هيخرج فيها مين؟ المصلون الصائمون الحجاج المزكون الذين يعملون الصالحات ولكن غلبت ذنوبهم على حسناتهم. والمرة اللي بعدها المناشدة في من هم أقل من ذلك، ولذلك لم يعرفوهم في المرة الأولى. إذن ما فيش أثر سرود. فيقول الله أخرجوا من وجدتم في قلبي مثقال دينار ثم مثقال نصف دينار ثم مثقال ربع دينار ثم مثقال حبة خردة ثم مثقال ذرة، أدنى 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 مثقال ذرة. ها؟
لا، لو كانوا يصلوا كانت ظهرت الآثار واتعرفت وطلعوا مع الأوليين، عشان حرم الله على النار أن تأكل أثر السرود. يعني إيه صلاة خفيفة؟ ما هي الصلاة، يبقى اللي بيصلي ويسيب ده مش له أثر، لأن ده من أثر سجد لله، ولو سجدة واحدة يبقى ده هيطلع مع الأولانيين، لكن اللي بعد كده ما عرفوهمش يبقى ما كانش عندهم أثر إيه؟ سرود. ما خلاص اللي بيصلي رياء مشيوا أصلا، ما عبروش الصراط. اللي بيصلي رياء اللي هم ما كانوش مسلمين، اللي هم مشيوا مع المنافقين، ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. اللي كان بيصلي رياء ولكن لا يرائي بلا إله إلا الله هيخش فيه من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة فما فوق ذلك. والظاهر أن كل ده يعني أدنى 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 مثقال ذرة ومثقال ربع دينار ونصف دينار ودينار فوق أصل الإيمان. هي دي في فرق بين شفاعة المؤمنين هنا وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا وشفاعة الملائكة هي في الشفاعة دي، في خروج عصاة الموحدين من النار. وبلا شك أن كل واحد له نصيب على قدر إيمانه، والرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس نصيبا على الإطلاق في هذه الشفاعة، والرسل عموما أعظم الناس نصيبا في هذه الشفاعة. الحاجة العجيبة ان الحديث ده بيقولوا كانوا يصلون معنا، ده دليل ان هم كانوا بيصلوا صلاة الجماعة، نسأل الله العافية، يعني كانوا بيصلوا صلاة الجماعة ووقعوا في النار. شوف بقى لحظة الرعب الهائلة في لحظة ان يقع الانسان في النار، نعوذ بالله نعوذ بالله من النار. ولذلك فعلا والله لا ثبات لنا على الصراط إلا بالله عز وجل، لأن الناس هتعدي إزاي ضحض مزلة. يعني الواحد لما بيه يفكر في أرض طينية ما بتثبتش فيها الأقدام يقول هنعديها إزاي، ما رضاش عديها الواحد، فما بال إن هو الواحد ملوش دخول للجنة إلا لما يمر على جهنم، وجهنم دي حجمها قد إيه والمسافة دي قد إيه طويلة، عشان إذا كان الشمس والقمر جهنم أكبر منها أكبر منهما، الشمس والقمر ثوران عقيران في نار جهنم، فجهنم أكبر من ذلك، عشان يعديها من طرفها ده لطرفها الثاني حتى ينجو منها، والله لا ينجينا منها إلا الله. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من النار. قال وهو يدل على أن هؤلاء الذين وقعت مناشدة المؤمنين ربهم فيهم كانوا مؤمنين موحدين، لقولهم إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ولكن ارتكبوا بعض المآثم التي أوجبت لهم دخول النار. العجيب أن الحديث ده يدل على عدم كفر ترك الصلاة دلالة ظاهرة جدا، يعني المصرين على تكفير ترك الصلاة يحتاجوا على الجزء ده بس ويسيبوا الجزء اللي بعديه اللي فيه ان فيه ناس بعد هذا الخروج الاول الذي يعرفونهم بأثر السجود الاخراج اول مرة، فيه ان فيه بعد كده دينار ونصف دينار وربع دينار ومثقال ذرة، وبعد كده شفاعة رب العالمين ورحمة أرحم الراحمين. طب المهم برضو أيضا بيكفروا بترك الإيه؟ بترك هل ده يصلح ده لترك الصيام؟ ده احنا عندنا نص في الصيام، الرجل الذي أفطر عمدا بالجماع في رمضان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ أن يقضي وأن يكفر، فدل ذلك على أنه مسلم، وإلا فالكفار ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم أن يصوم ما مضى من رمضانات أو يكفر، فدل ذلك على الفرق المهم جدا. برضو دليل على عدم تكفير جنس العمل،
وهو يدل على أن هؤلاء قال، وفي هذا رد على طائفتين ضالتين الخوارج والمعتزلة في قولهم إن من دخل النار لا يخرج منها وإن صاحب الكبيرة في النار. فيقول الله تعالى قوله فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال أما كون المؤمنين يذهبون إلى النار وكيف يستطيعون إليها، كيف يعرفون من في قلبه مثقال دينار أو نصف دينار أو مثقال ذرة من إيمان، هذه كلها أمور من أمور الآخرة التي لا تقاس بما تعارف عليه الناس في الدنيا ولا يستطيع عقل البشر الحكم عليها، وإنما تعرف حقائقها يوم القيامة فهناك يأتي تأويلها، وإنما يجب علينا تصديقها والتيقن منها. وليس بمستنكر في قدرة الله تعالى أن يجعل النار غير مؤذية لهؤلاء المؤمنين الذاهبين إلى إخوانهم في النار كالملائكة الذين فيها. والمقصود بالصور في قوله ويحرم صورهم على النار وجوههم، وقد تقدم أن الله يحرم على النار مواضع السجود، وذلك من آيات الله وعظيم قدرته، بل الظهر صورته كاملة وجهه وجميع أعضائه، فإن المؤمنين لا يتعذبون بالنار في غير وجوههم إذا دخلوا النار، لا يتعذبون في الوجوه ولا في غير الوجوه. كالملائكة الذين فيها، الملائكة الذين يعذبون الكفار في النار، خزنة جهنم، الملائكة الذين فيها هم خزنة جهنم. قال واستشهاد أبي سعيد بالآية ظاهر في أن العبد إذا كان معه مثقال ذرة من إيمان فإن الله يضاعفه له فينجيه بسببه. قوله فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون صريح في أن هؤلاء الأقسام الثلاثة يشفعون، ولكن يجب أن يعلم أن شفاعة أي شافع لا تقع إلا بعد أن يأذن الله فيها، كما تقدم في مناشدتهم ربهم وسؤالهم إياه ثم يأذن لهم فيقول اذهبوا فمن وجدتم إلى آخره. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تقع أيضا إلا لمن يرضى الله تعالى عنه، وهو تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد والإخلاص. أما المشركون ومنهم عباد الأولياء والقبور فحرام عليهم الشفاعة كحرمة الجنة عليهم كما هو معلوم من نصوص الشرع. لابد أن نقول أن هؤلاء لابد أن يتيقن، حتى لا يعمم الوصف، لابد أن يتيقن أولا أنهم صرفوا العبادة للأموات أو للقبور أو لغير الله عموما، وليس كل من كان عند قبر رجل صالح يعبده، فلابد من التفرقة. هناك من يعبدهم فعلا وهناك من لا يعبدهم بل يصلي هناك فقط أو يدعو فقط، وإن كان ذلك منهيا عنه ومن أسباب الغلو، أو هو من الغلو الذي يؤدي إلى غلو أشد منه. الأمر الثاني أنه لابد وأن يقال في هؤلاء الذين في النار ممن يعبد غير الله ممن ينتسب إلى الإسلام وينطق الشهادتين أن تكون قد قامت عليه الحجة بالآيات القطعية والأحاديث المستفيضة حتى
تزول المع يعني يزول الاعتذار حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع، فإذا ثبت عليهم ذلك فهم مخلدون في النار لردتهم لنقضهم الشهادة. وأما من كان ناطقا للشهادتين مصدقا بذلك في قلبه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا بنبوته، وأخطأ كائنا ما كان خطأه وجهل ما كان جهله ولم تقم عليه الحجة وكان متأولا ما بلغه من الحجج ويعني لم تصل إليه الحجة الرسالية التي يكفر منكرها، فهؤلاء ليسوا من المخلدين في النار. طب اكتب يحرم الله صورهم على النار، يحرم الله صور المؤمنين الشافعين على النار. قوله فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرجون أقواما قد امتحشوا. يقول الله تعالى هو مالك الشفاعة كما قال عز وجل قل لله الشفاعة جميعا والأمر له في كل شيء، والملائكة والرسل والمؤمنون يطلبون منه أن يشفعهم في من دخل النار من المؤمنين، أن يخرجهم، وهو تعالى الذي يلقي هذا الطلب في نفوسهم كما سبق. والمراد بشفاعته تعالى رحمته لهؤلاء المعذبين، بقيت شفاعته، يعني كأن الله يطلب من نفسه ما يطلبه هؤلاء الناس، لأن كل اللي في النار يطلب الخروج، فإذا طلب الله إلى نفسه سبحانه وتعالى ذلك هذه شفاعته أن يرحمهم. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى لا يملك ولا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه صادقا مخلصا وعمل بما دلت عليه هذه الشهادة. الألفاظ دي بقى اللي بتخلي الناس إيه تقع في خلل، عمل بما دلت عليه هذه الشهادة، يقصدون دلت عليه، هي تدل على كل الدين، يلاقي الناس تركوا حاجة يقولك مش هم دول اللي إيه؟ الموحدين، فيقعون في التكفير بسبب العبارات المجملة، يقولك على العمل بمقتضاها وما دلت عليه مقتضاها. يعني إيه مقتضاها؟ اللي هيفهم بقى فهم صحيح من ذلك يعرف مقصود العلماء الكبار زي الشيخ محمد العلماء فسرها أنها ترك الشرك وليس قولها باللسان. وأما مقتضاها الذي هو فعل كل الطاعات وترك كل المحرمات، فعل الواجبات وترك المحرمات، فهو مقتضاها فعلا، لكن هذا مقتضاها الكامل، مقتضى كمالها وليس أصل مقتضاها. فبيقول عمل بمقتضاها من ترك الشرك، وقلنا عشان يبقى اسمه أشرك لازم يكون فعل صرف العبادة لغير الله، أو اعتقد صفات الرب للمخلوقين، أو وصف الرب بصفات المخلوقين، أو عطل صفات الرب، أو عطل وجود الرب كالملاحدة، أو يعني كذب رسله، كل ده بعد قيام الحجة. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. لأن الشفاعة ليست من دون الله، ليس له ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أما منه سبحانه وتعالى فهو يعطي الشفاعة لمن شاء. ففي هذه الآيات ونحوها كثير البيان الواضح في أن الشفاعة لله وحده، وأنه لا يمكن أن تقع من أحد عند الله إلا بعد أن يأذن لمن يشفع،
ويرضى عن المشفوع له. وحقيقة الشفاعة أن الله يكرم الشافع بإذنه له في ذلك ويرحم المشفوع فيه. وقوله فيقبض قبضة فيه إثبات القبض لله تعالى، ومن لازمه إثبات اليد التي يقبض بها، وكم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من نص يثبت ذلك. لكن أهل التأويل الفاسد المحرفون يأبون قبول ذلك والإيمان به، وسوف يعلمون أنه الحق، وسوف يعلمون أن الحق ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد ضلوا السبيل في هذا الباب. قوله قد امتحشوا يعني احترقوا، في رواية مسلم قد عادوا حمما أي صاروا حمما، والحمم هو الفحم، والامتحاش احتراق الجلد وظهور العظم، وليس المقصود هنا أن عظامهم ظهرت، وإنما المقصود احتراقهم ظاهرا، بل ظاهر الحديث احتراقهم تماما، احتراقهم جميعا. قالوا بهذا استدل على أن من يدخل النار من الموحدين يموتون فيها لأنهم احترقوا وصاروا حمما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها، نعوذ بالله من النار، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل لهم يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. قال ابن رجب وظاهر الحديث يدل على أن هؤلاء يموتون حقيقة تفارق أرواحهم أجسادهم، ويدل على ذلك ما أخرجه البزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة حظا أو نصيبا قوم يخرجهم الله من النار فيرتاح لهم الرب. عندكم كده برضو أنهم كانوا لا يشركون بالله شيئا فينبذون بالعراء فينبتون كما تنبت البقلة حتى إذا دخلت الأرواح إلى أجسادها قالوا ربنا كما أخرجتنا من النار وأرجعت الأرواح إلى أجسادها فاصرف وجوهنا عن النار فيصرف وجوههم عن النار. قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم لكن ناس أصابتهم النار إلى آخره، معناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى، وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس، ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم، ثم يميتهم ثم يكونون فحما فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها فتخرج لضعفها صفراء ملتوية، ثم تشتد قوتهم ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. هذا هو ظاهر الحديث. وحكى القاضي عياض فيه وجهان، أحدهما أنها إماتة حقيقية، والثاني ليس بموت حقيقي ولكن يغيب عنهم إحساسهم بالألم، والمختار ما قدمناه. ده كلام النووي في شرح مسلم. فينبتون في حفتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، المقصود نبات لحومهم وأبصارهم وعظامهم التي احترقت في النار. ولا يلزم عند من يقول أنهم لا يموتون موتا حقيقيا أنهم ماتوا في النار
بحيث تفارق أرواحهم أن سمعهم الله أعلم. والحبة هي بذور، قال الحافظ بذور الصحراء جمعها حبب، حبب. أما الحبة، أما الحبة هو ما يزرعه الناس فجمعها حبوب. في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان إلى الظل كان أبيض. يعني بذلك سرعة خروج لحومهم، لأن النبت في حميل السيل يخرج بسرعة، ولهذا يكون من جانب الظل أبيض ومن جانب الشمس أخضر، وذلك لضعفه ورقته. ولا يلزم أن يكون نبتهم كذلك كما قاله بعضهم، لأن الذي في من جانب الجنة يكون أبيض، والذي من جانب النار يكون أخضر. بل المراد تشبيههم بالنبت المذكور في سرعة خروجهم ورقته، ولذلك قال فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، يعني في صفاء بشرتهم وحسنها. قوله فيجعلون، فيجعل في رقابهم الخواتيم، خواتيم جمع خاتم، هذه الخواتيم أو الخواتيم يكتب فيها وتقاء الرحمن من النار، أعوذ بالله من النار. قوله فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، يعني أنهم لم يعملوا صالحا في الدنيا، وإنما معهم أصل الإيمان الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسولهم. قال الكرماني ليس معهم إلا مجرد الإيمان دون أمر زائد عليه من الأعمال والخيرات. وعلم منه أن شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين في من كانت له طاعة غير الإيمان الذي لا يطلع عليه إلا الله. وتقدم في الحديث أنهم يخرجون من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، ومن كان في قلبه مثقال نصف دينار، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني من أوضح الحجج هذا الموضع على كل من يزعمون تكفير تارك جنس العمل، لأن هذه الأحاديث فيها تصريح لأنهم ليس عندهم عمل ظاهر على الإطلاق. أما العمل الباطن فالإخلاص في أصل لا إله إلا الله، وأصل الخوف وأصل الرجاء هذا في أصل الإيمان، أصل الأعمال القلبية. قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه، يظهر أنهم يدخلون أماكن من الجنة خالية، ولهذا قيل لهم ذلك. محل الشاهد من الحديث قوله فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، قوله فيكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمن، ومع قوله فإنكم لا تضارون في رؤيته، في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما، جوابا لسؤالهم هل نرى ربنا يوم القيامة، وهي كما ترى أدلة واضحة صريحة. هذا من أوضح الأدلة على أن عموم أهل الموقف من الرجال والنساء والمنافقين والكفار يرونه، فإن الناس يعمهم والحشر مشترك بينهم. شيخنا عندك والكفار؟ أيوة عندي والكفار. لا والصح طبعا هنا هي كلها هذا القول اللي احنا شرحناه قبل كده، الخلاف في المسألة دي. فقد ظهر مراد النبي صلى الله عليه وسلم لكل عاقل عارف باللغة. وبعدين بيقول إن الناس يعمهم، كلمة الناس يحشر الناس، فمين الناس دول؟ كل الناس. قال يقول لا يستريب في ذلك من عرف دلالة الألفاظ على المعاني، وليس في الممكن عبارة أوضح من ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.